وللوقوف على هذا الموضوع، التظاهرة التي خرجت لذوي المعتقلين في ساحة التحرير وسط بغداد والمطالبة بوقف الإعدامات وتمرير قانون العفو، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. تشهد إذن ساحة التحرير مجددا تظاهرة لذوي المعتقلين تطالب بوقف الإعدامات وتمرير قانون العفو العام، كيف تنظرين إلى خروج هذه المظاهرة مرة جديدة والفعاليات في هذا الإطار؟ طبعا من حق أهالي المعتقلين أن يخرجوا في تظاهرات، خاصة وأن هناك الآن تزايد في وتيرة الإعدامات، تنفيذ أحكام الإعدام، تسريبات كثيرة تتحدث عن إعدامات بالجملة والأعداد كبيرة، ولا الحقيقة والحكومة تتكتم على هذا الموضوع ولا يوجد لديها أي مبرر أو تصريح يعني واضح باتجاه هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك فإن هناك يعني التقارير الدولية التي تثبت أن هناك عمليات إعدام ممنهجة تحدث في العراق، ويتساءلون عما إذا كانت هناك توضيحات لهذه الإعدامات. كل هذه الأمور إضافة إلى الأحوال والأوضاع في السجون والتي تنذر أيضا بكارثة على حياة المعتقلين في السجون، من إهمال صحي، من انتشار للأمراض، من التغذية السيئة، مياه الشرب الغير صالحة للشرب، النظافة الشخصية، كل هذه تؤثر أيضا وتزيد من حالة الوفيات بين المعتقلين في السجون. كل هذه طبعا تدفع بهؤلاء للخروج المطالبة بحفاظ على حياة أبنائهم، خاصة وأن الكثير من حكموا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو غيرها من الأحكام الثقيلة هم أبرياء أصلا، وكانت عملية اعتقال لهم بناء على مخبر سري، وأيضا في ظل انعدام العدالة وانعدام الشفافية ما الحكم عليهم بهذه الأحكام الثقيلة. نعم، هذه الأحكام وهذا التنفيذ لأحكام الإعدام أمر مقلق، وهناك تنديد عالمي بتزايد عمليات الإعدام بحق المعتقلين، والذي طبعا طعن أساسا في المحاكمات السابقة لهم، وهذا التنديد لا يلقى أذان صاغية في الحقيقة وحتى لأهالي المعتقلين، وكان هناك قرار سياسي بهذا الموضوع، لماذا برأيك؟ نعم، الحكومة مستمرة لأن هذا نهج الحكومة، فبالرغم من خاصة التقرير الأخير للأمم المتحدة والذي فيه الحقيقة من يعني الكثير من النقاط التي تضع يعني الحكومة في موقف صعب ومحرج للغاية، خاصة وأنها ليست لديها أي مبررات ولم تجب الأجوبة الشافية التي لكي تبرر عمليات الإعدام أو يعني تؤكد على أن هناك نزاهة وهناك تنفيذ فعلا للقانون، بل على العكس من ذلك. نعرف جيدا في العراق حسب التقارير وخاصة ما اطلعت عليه الأمم المتحدة وما اطلعت عليه المنظمات والمراكز الحقوقية من سير المحاكمات، يعني يجري في يعني ظل ظلم وانعدام للعدالة والإهمال القانوني للكثير من الأدلة التي يمكن أن تبرئ المتهمين، ويعني ولا يتم عليهم حتى الحكم بأي حكم ولو حتى في السجن لعدة سنوات. كل هذه الحقيقة لا تريد الحكومة أن تنفذه وليست لديها رغبة، خاصة وأن لديها مشاريع في العراق وهذه المشاريع لا تمت الصلة للشعب العراقي، بل هي تنفيذ لأجندات خارجية وأجندات إيرانية وأجندات أمريكية في المنطقة. كل ذلك طبعا الحكومة لن تستجيب، بالرغم من أن هذه التقارير قوية وتدين وتصل إلى إدانة للحكومة بانتهاك جرائم ضد الإنسانية حسب التقرير الأخير للأمم المتحدة. كل هذا الحقيقة لا يلقى أذان صاغية لهذه الحكومة، لأنها أيضا في الوقت نفسه يعني مسنودة من هذه من الدول التي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تهيمن الآن على المجتمع الدولي كما هو معروف. نعم دكتورة، هناك دائما مطالبات بتمرير قانون العفو العام، ومع ذلك
تزداد الإعدامات في هذا الوقت، ما هذا التناقض؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني مع العلم أن كثير من الدول تلجأ إلى موضوع العفو العام، خاصة إذا ارتبطت القضايا بأحداث كبرى في البلاد ناجمة عن توترات وما إلى ذلك. أولا، قانون العفو العام هو الآن أصبح، والحقيقة منذ البداية، هو مجرد أداة للمفاوضات بين السياسيين على بعض النقاط التي تتعارض بينهم. إضافة إلى ذلك، قانون العام إذا طبق فإنه سوف يفضح الكثير مما قامت فيه هذه الحكومة تجاه هؤلاء المعتقلين الأبرياء. فلذلك كلما ترتفع الأصوات بالمطالبة بالعفو العام، كلما ازدادت الحكومة في عمليات الإعدام من أجل أن يعني تثبت أنها أولا تطبق القانون حسب نظرها، أو هذه من جهة، ومن جهة أخرى لأن لديها أيضا صفقات تريد تمريرها، فإنها تزيد من عملية الإعدام من أجل أن تمرر الصفقات التي تريدها. نعم، هناك حديث عن أن عملية ابتزاز أو صفقة تريد الميليشيات تمريرها من خلال قانون العفو، هي طبعا تمرير قانون الأحوال الشخصية سيء السمعة، هل تعتقدين أن ثمت علاقة؟ نعم بالتأكيد، وهذا هو الواضح، يعني وهو مرتبط بسؤالك الأول. هي صفقة. الميليشيات وصلت إلى مرحلة، وهذه الحكومة وأحزابها وصلوا إلى مرحلة من السيطرة على العراق، وصلت إلى التجبر والطغيان، وهذا يدفعهم إلى استخدام قانون العفو، والذي هو حق في الحقيقة وليس هو من هذه الحكومة، لأن الكثير من الأبرياء يقبعون في السجون، إذ لم نقل كلهم، ويريدون فقط أن يمرروا من جهة أخرى القوانين التي تصب في مصالحهم. نعرف أن العواقب وخيمة التي تترتب على قانون العفو، عفوا قانون الأحوال الشخصية، والتغييرات التي يريدون فرضها يعني تؤدي بالعراق إلى هاوية خطيرة ومنحنى خطير، ولذلك هم يضغطون باتجاه محاولة منهم، وأن يعني يريدوا أن يبينوا أنهم يريدون أن يمرروا قانون العفو، وهو في الحقيقة لا يريدون، لأنه لو كانوا يريدون ذلك لا منذ اللحظة الأولى، منذ أن يعني تم سن هذا القانون، لقاموا بتمريره والموافقة عليه وتطبيقه بصورة صحيحة. هذا كله ليس إلا مجرد سرابهم، يريدون فقط تمرير القوانين التي تصب في مصالحهم، والحقيقة الكثير منها، ويشهد يعني بذلك المراجعة لما تم تمريره من القوانين كلها فقط التي تصب في مصلحة هذه الأحزاب والميليشيات التي يعني تسيطر على مفاصل الدولة العراقية. ما وجه الاعتراض على قانون الأحوال الشخصية طالما أنه سيكون في مصلحة المعتقلين وسيتم تمرير قانون العفو العام؟ هل هناك ثمة اعتراضات جوهرية على هذا القانون؟ نعم بالتأكيد، قانون العفو العام ليست له أي علاقة بتعديلات الأحوال الشخصية التي يريدون فرضها، بل على العكس من ذلك، التعديلات سوف يعني تشيع الطائفية أكثر وتزيد من هيمنة يعني إيران في مفاصل الدولة، خاصة وأنهم يعني هناك مساس بهوية العراق الوطنية وتغليب الهويات الطائفية. إضافة يعني الكثير من القضايا التي تجعل من هذا القانون هو في الحقيقة طريق لأن تفلت أيضا الدولة من السيطرة على قانون الأحوال الشخصية، ويصبح ألعوها بيد رجال الدين والتي يريدون من خلالها أن يعني يفرضوا أهواءهم وطريقتهم الخاصة في تفسير بعض يعني تشريعات. ليست هناك أي علاقة بين هذين القانونين، وقانون العفو هو حق وليست هو من هذه الحكومة، أما التغييرات التي يريدون أن يفرضوها على قانون الأحوال الشخصية فهي لا تصب أبدا في مصلحة العراقيين ولا في مصلحة السلام والسلم المجتمعي في العراق. أشكرك جزيلا دكتورة فاطمة اللعاني من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك.